ينظر المتابعون للعلاقات الأمريكية السعودية بأهمية بالغة للزيارة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم الغد. يأتي هذا نظرا إلى زخم اللقاءات التي تجمعه بالمسؤولين الأمريكيين بدءا من الرئيس أوباما ووزير الدفاع ووزراء وأعضاء في الكونغرس، وانتهاء بالملفات الساخنة المطروحة على بساط البحث بين الجانبين بدءا من الأزمة اليمنية مرورا بالأزمة في ليبيا والحرب في سوريا والعراق ومكافحة الإرهاب، كما تفتح خلال الزيارة الموضوعات الاقتصادية التي تشكل محور اهتمام الجانبين. نرحب بضيفينا في هذا الملف، معي هنا في الرياض الكاتب والباحث السياسي السيد هاني وفا، وأيضا نرحب بضيفي من واشنطن المستشار السياسي بمركز الميريديان للدراسات السياسية والناشط في الحزب الجمهوري السيد خالد صفوري. مرحبا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ معك سيد هاني، هذه الزيارة تأتي في هذا الظرف المهم سياسيا واقتصاديا، سياسيا بالنظر إلى المرحلة التي تحيط بالمنطقة سياسيا من كل اتجاه، وأيضا اقتصاديا بإعلان التحول ورؤية المملكة العربية السعودية 2030. نعم، هو أكيد بالتأكيد يعني الزيارة أساسا توقيتها غير مسبوق أنها تأتي في شهر رمضان، ولكن أعتقد الجدول التي كانت هي التي فرضتها. أكيد الملفات الموجودة ساخنة جدا، تبحث بين الجانبين سواء مثل ما تفضلت في سوريا، في اليمن، في العراق. أكيد هناك يجب أن يكون هناك في المزيد من التنسيق. نحن نعرف أنه الأمور تتجه يعني إلى السلبية أكثر منها إلى الإيجابية في هذه الملفات، فكان لابد من التشاور الدوري بين الجانبين حتى الوصول إلى نتائج يعني تكون أفضل مما هي عليه الآن، أن يكون هناك في تنسيق حتى يعني أمور نحن نراها في كثير من الأحيان تخرج عن السيطرة، خاصة في ملف السوري تحديدا. نعم. فبالتالي أعتقد التنسيق هنا مطلوب، خاصة التنسيق الدوري على أعلى مستويات. الأمير محمد بن سلمان طبعا يمثل الجانب السعودي، هناك في لقاءات لم تحدد، لا يوجد حتى الآن جدول أعمال كما يعني صدر، ولكن أعتقد أن وزير الدفاع الأمريكي وأعضاء في الكونغرس ورجال أعمال هم أعتقد اللي سيكونوا من ضمن الاهتمامات. نعم سيد خالد، يعني امتدادا إلى ما ذكره السيد هاني من أنه هذه الزيارة غير مسبوقة، هي ثالث زيارة للأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن، حينما تأتي ثالث زيارة لثالث رجل في الدولة في هذا الظرف الزمني خلال سنة تقريبا، تكون هناك هذه يعني الزيارات بعدد ثلاث زيارات، لقاء أكبر المسؤولين على رأسهم أوباما والعديد من المسؤولين، ما الذي تعني هذه الزيارات للجانبين رغم أن هناك بعض التباعد أو بعض اختلاف وجهات النظر في بعض الملفات، وإن كان على رأس هذه الملفات الملف السوري؟ لا شك هذا يؤكد على أن هنالك خلافات، لو لم يكن هنالك خلافات لم تتكرر الزيارات، وأعتقد أنه في أمور مهمة. الموضوع السوري أحد أهم هذه الأمور، ونرى تخلي الولايات المتحدة عن يعني لا أقول تخلي عن اهتمام الموضوع السوري، لكن أعطت كثير من أوراق اللعبة إلى روسيا، وبالتالي هي تخلت عن التزامها بدعم المعارضة السورية، وهذا ما قوى أو ما جعل النظام السوري يتبجح أو يتجرأ بطريقة لم يسبق لها مثيل. قبل ثلاثة أيام خطب بشار الأسد خطاب أمام البرلمان الجديد وتعهد بحرب شاملة، في حين أنه الحديث عن 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 محادثات سلام في جنيف ودورات والجميع يدفع باتجاه وقف هذه الحرب، نجد أنه هناك تراجع في الموقف السوري نتيجة ضعف أو تردد الموقف الأمريكي، أو على الأقل أن الولايات المتحدة جلست في الكرسي الثاني في الصف الثاني، وجعلت روسيا هي يعني تجلس في مركز القيادة في هذه الأزمة. الموضوع الثاني موضوع اليمن، الولايات المتحدة تريد توجيه كل الأنظار باتجاه محاربة داعش، وبالتالي تعتبر أي موضوع آخر يعتبر يعني يأخذ الانتباه أو التركيز على الموضوع اليمني. بالتالي موضوع محادثات السلام ومسيرها في الكويت من الأمور التي أعتقد سيتم بحثها. الولايات المتحدة في إمكانها أن تمارس ضغوط على الحوثيين وعلى الأطراف اليمنية من أجل التوصل إلى حل، لكن موضوع التوصل إلى اتفاق وقف العمليات العسكرية في اليمن بالنسبة للولايات المتحدة من أحد أهم الأمور، لأنها تريد توحيد أو توجيه الأنظار مرة أخرى إلى محاربة داعش في العراق وسوريا. لا شك أنه موضوع آخر مهم بالنسبة للمملكة العربية السعودية، موضوع الذي قام به مجلس الشيوخ الأمريكي بإيجاز مقاضاة المملكة العربية السعودية في موضوع أحداث سبتمبر. نحن نعرف أنه رئيس الكونغرس بالنسبة لمجلس النواب هو الذي منع التصويت عليه في مجلس النواب،
وبالتالي من المهم جدا أن يظل متمسك في موقفه على الأقل من وجهة نظر المملكة من أجل أن لا يصبح قانون. من أجل أن يصبح القانون الأمريكي قانون يجب التصويت عليه في مجلسي الشيوخ والنواب ومن ثم يوقع عليه الرئيس الأمريكي. أعتقد أنه تمرير المشروع في مجلس الشيوخ يعني أنه المشروع ليس له الكثير من القيمة بدون أن يمر في مجلس النواب. حتى الآن المتحدث أو رئيس الكونغرس كونغرسمان بول رايان رفض أن يأتي فيه للتصويت ومسك في هذا الموقف. أعتقد أنه مهم جدا أن يلتقي فيه الأمير محمد بن سلمان. وأنا لا أعرف إذا هنالك أن هذا على جدول لقاءاته غدا. الكونغرس طبعا في إجازة إلى غاية يوم الثلاثاء، لكن من ممكن أن تكون القيادات الكونغرس موجودة. هو سيد خالد سيلتقي برئيس بأعضاء من الكونغرس كون الزيارة ستمتد لأكثر من يوم. ولكن دعني أتساءل الآن سيد هاني، هذه الزيارة الآن ربما يعني تكتسب أهمية أخرى كون من سيقوم بهذه الزيارة، من على رأس هذه الزيارة هو ولي العهد. يعني هي هناك اهتمام سياسي اقتصادي أيضا عسكري وأمني في هذه المنطقة، كون أيضا الأمير محمد بن سلمان هو وزير الدفاع. بالتالي هناك ملفات عديدة وضخمة لهذه الزيارة كسبتها أهمية كبرى. أكيد بالتأكيد طبعا زيارة، أنا أقول لك أنها غير مسبوقة في التوقيت في رمضان تحديدا. لم تجري العادة أن يقوم مسؤولين السعوديين بهذا المستوى الرفيع بزيارات خارجية في هذا التوقيت، ولكن أهمية الزيارات يعني لأنه يعني لو لم تكن هناك أهمية ملفات مهمة لم تكن في رمضان. أكيد طبعا هذا شيء واضح تماما. يعني لم تجري العادة سابقا أن تقوم هناك زيارات بهذا المستوى الرفيع في رمضان. لكن أعتقد أن أهمية الزيارة سواء سياسيا أو اقتصاديا وطول مدة الزيارة، الزيارة لن تكون مقتصرة على زيارة الدولة ثلاثة أيام، هي زيارة متعددة ستشمل عدة مدن، ستشمل واشنطن، لوس أنجلوس، نيويورك. فأعتقد أنه هذا اللي يعني يعطينا فكرة يعني ولو أولية عن أنه هذه زيارة مهمة. اللقاءات اللي ستتم فيها ستتم على أعلى مستوى سواء من الناحية السياسية أو من الناحية الاقتصادية. نعم سيد خالد، هناك يعني مراقبون من الولايات المتحدة الأمريكية يتحدثون كثيرا من أن زيارة الأمير محمد بن سلمان ستمتد لثلاثة، هناك يعني مؤكد زيارة لواشنطن ولنيويورك، ربما يكون هناك زيارة للوس أنجلوس. ما الذي يعني يعني حينما تكون هذه الزيارة لشخصية رسمية على رأس ربما يعني هو الرجل الثالث في الدولة ويزور مثل هذه المدن واشنطن ونيويورك وأيضا لوس أنجلوس، هل هناك تبعات أخرى؟ هل هناك اتفاقيات سياسية اقتصادية؟ أنا حتى الآن لم أطلع على الجدول. ما شاهدته في مصادر البيت الأبيض أن الزيارة ستكون ليوم واحد في واشنطن ويوم الغد، على أساس أنه سيغادر غدا في المساء يغادر مدينة واشنطن. لا أعرف إذا هذا الكلام صحيح، لكن أعتقد أنه لا يحتاج أكثر من يوم في واشنطن. لكن امتدت زيارة إلى نيويورك ولوس أنجلوس لا شك أنه لها أبعاد اقتصادية. نيويورك هو المركز المالي الرئيسي ليس فقط في الولايات المتحدة لكن حتى في العالم. وأعتقد إذا كان هنالك أي نيات على سبيل المثال بطرح أسهم الشركات أساسية في المملكة مثل أرامكو، فأنت بحاجة إلى تمويل دولي لأنه هذه شركة بحجم هائل جدا. إذا كان هذا ضمن زيارة من ومطروح على رجال الأعمال أو الشركات المصرفية أو الشركات الاستثمارية، هذا وارد جدا. الزيارة لوس أنجلوس حتى الآن أنا لا أعرف الاجتماعات التي تم تحديدها في هذه الزيارة، لكن أعتقد أنه غدا ستكون الصورة أوضح بكثير من ذلك. لكن يعني بأقل تقدير الزيارة ذات أهمية كبيرة نتيجة أنه توقيت جاء مثل ما قال حضرة الضيف من 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 الاستوديو في شهر رمضان. الزيارات لا تكون كثيرة خصوصا عندما تكون على بهذا المستوى الرفيع. لولا أهميتها هنالك لا شك يكون هنالك بعض الأمور الغير معلنة في هذه المفاوضات، وأعتقد مع الوقت قد نعرف أهمية الأمور الغير معلنة التي سيتم نقاشها غدا وبعد غد وخلال الثلاثة أيام القادمة خلال الأجزاء المختلفة من الزيارة. لكن أنا متأكد أن أمور في ذات الأهمية نتيجة أنه التوقيت وكذلك أنه الإعلان عن الزيارة جاء في وقت متأخر. نعم سيد هاني، ما الذي يعنيه حينما يتم الإعلان عن هذه الزيارة بعد أيام بسيطة من إعلان برنامج التحول الوطني الخاص برؤية المملكة 2030؟ وبالتأكيد له علاقة. يعني من ضمن التسريبات التي تمت حول الزيارة أنه يعني هناك ستكون لقاءات مع رجال أعمال كبار في الولايات المتحدة لاستقطاب استثمارات المملكة. أكيد هذا يعني له علاقة جدا
برؤية 2030. إضافة إلى لو رجعنا شوية وراء حمد، وجدنا أنه في البيان الختامي لقمة مجلس التعاون مع الرئيس الأمريكي، الولايات المتحدة أبدت استعدادها للمساعدة دول مجلس التعاون في تنويع اقتصادياتها. أنا أعتقد بعد هبوط أسعار النفط، أنا أعتقد من هذا المنطلق ومن ضمن رؤية 2030 أعتقد أنه ستكون هناك في لقاءات مع رجال أعمال كبار، مع شركات أمريكية كبيرة للدخول السوق السعودية، وبالتالي سيكون الاستفادة يعني للطرفين، بحيث أنه تكون هناك شركات أمريكية تأتي المملكة، ممكن أن يكون هناك في مثل ما تفضلت أو تفضل الضيف بالنسبة للأرامكو اللي هو الخطة الموجودة لاستثمار أرامكو. أعتقد أنه يعني الزيارة مهمة في الجانب الاقتصادي كما في الجانب السياسي. نعم سيد خالد، أيضا من أهم الملفات المطروحة أو التي سيتم طرحها في هذا اللقاء ما بين الطرفين الجانب السعودي والجانب الأمريكي، هو مناقشة جهود التحالف الدولي ضد تنظيم داعش ومكافحة الإرهاب، كون الولايات المتحدة أيضا مشاركة في هذا الملف، وأيضا السعودية في في ملف جهود محاربة الإرهاب ضمن التحالف الدولي. لا شك أن الولايات المتحدة تعتمد بشكل أكبر على المملكة العربية السعودية من أي قوة أخرى في المنطقة من أجل محاربة داعش. الولايات المتحدة في سياسات الخارجية تعتمد على قطبين لديهم، الثقل العسكري هو مصر والسعودية، لكن المملكة العربية السعودية تلعب دور فعال في محاربة داعش، في حين أنه مصر مشغولة في أمور داخلية وفي أوضاع اقتصادية صعبة، وبالتالي هي غير معنية كثيرا في المشروع الأمريكي في محاربة داعش، على الأقل ليس بدرجة تفاعل وعمل المملكة العربية السعودية من خلال إرسال سلاح الجو السعودي لقتال داعش سواء في سوريا أو في العراق، من خلال استعدادها للمساعدة في تشكيل قوة عسكرية موحدة من أجل محاربة داعش في شمال سوريا. الكثير من الأمور التي أعلنت وبإمكان المملكة العربية السعودية أن تحسم معركة قتال داعش من خلال مشاركة فعالة. الولايات المتحدة كذلك طرحت سابقا تكوين قوة عربية عسكرية مشتركة من أجل المساهمة على الأرض في قتال داعش، لكن نحن نعرف أنه الحكومة العراقية رفضت أن يكون ذلك موجود في العراق، لكن على الأقل في سوريا هنالك بعض الكلام حصل سابقا بين تركيا والمملكة العربية السعودية أن يكون هنالك جهد موحد في هذا المجال. طبعا هنالك الاعتراضات الروسية حول ذلك، التغلب عليها بين الولايات المتحدة وروسيا أعتقد هي أحد هذه العقبات، لكن أتصور أنه سيتم طرح هذا الموضوع، تشكيل قوة عربية موحدة من أجل القتال على الأرض ضد داعش. نحن شاهدنا الإنجازات التي حصلت الآن في شمال سوريا والتقدم البطيء جدا داخل العراق، أعتقد أنه الولايات المتحدة تريد حسم هذه المشكلة مع نهاية الصيف، ويريد الرئيس الأمريكي على الأقل في كل التراجعات أو غياب انتصارات في سياسته الخارجية أن على الأقل يتبنى موضوع القضاء على داعش في سوريا قبل انتهاء إدارته في شهر يناير القادم. وبالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة لن تستطيع أن تقوم بهذه العمليات أو أي إجراءات فعلية على الأرض بدون تنسيق عربي مع حلفاء العرب في المنطقة وتحديدا المملكة العربية السعودية. نعم سيد هاني، رغم يعني ما صاحب العلاقة ما بين الرياض وواشنطن من فتور خلال الفترة الماضية، حتى زيارة الرئيس باراك أوباما للرياض قبل فترة ومشاركته في اجتماع مجلس التعاون الخليجي وصفت بأنها زيارة مودع في هذه الزيارة الخاصة لأوباما، إلا أن هناك تواصل وبشكل كبير وعلى أعلى المستويات ما بين البلدين، كون الزيارة أو كون العلاقة تمتد ما بين الرياض وواشنطن لأكثر من 80 سنة، بالتالي لا يهم من كان على رأس الهرم في حكم الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتأكيد يعني العلاقات السعودية الأمريكية من أقدم العلاقات في المنطقة، وبالتالي هي تقوم على المصالح المشتركة، الإدارات تأتي وتذهب، لكن الاختلاف يعني وجهات النظر خاصة في الملفات في المرحلة الحالية، أنا أعتقد هذا يعني يؤكد أنه العلاقات بين البلدين قوية، حتى لو أنه صار فيه هناك خلافات وجهات النظر. يعني دائما ما يؤكد يعني قبل فترة كان هناك في زيارة لنائب رئيس مجلس الشورى للولايات المتحدة، كان هناك في تأكيد من الجانب الأمريكي على استراتيجية علاقات وعمقها. رأينا أمس أيضا في حديث لرئيس المخابرات المركزية الأمريكية تحدث عن نفس الشيء، تحدث عن الـ 28 ورقة التي ممكن أن هي مخفية، وأن المملكة لا علاقة لها بهذا بأحداث سبتمبر،
وأكد أيضا على استراتيجية عمق العلاقات. العلاقات يعني أعتقد أنها هي فعلا قوية واستراتيجية والمصالح مشتركة، ولكن يصيبها بعد أحيانا بعض الفتور، كون أنه خاصة في الفترة الأخيرة خاصة الولايات المتحدة يعني لم تبدي استعداد كبير في حلحلة مشاكل المنطقة من وجهة النظر العربية. هي يعني خرجت عن نطاق متفضل الضيف، هي لم تأخذ المقعد الأول في هذه الأزمات، بالعكس هي سلمت ملفات كثيرة خاصة في سوريا إلى روسيا. فأعتقد أنه هنا وجهات النظر هذه طبعا تصيب العلاقات بنوع من الفتور، ولكن تظل علاقات استراتيجية، المصالح مشتركة موجودة، ولا لما كانت مثل هذه الزيارة التي تعزز من هذه العلاقات. نعم، أيضا سيد خالد، هذه الزيارة يعني لقاءات الأمير محمد بن سلمان بأعضاء من الكونغرس وأيضا بعض الوزراء في الوزارات والقيادات، هي لم تعلن بشكل رسمي ولكن تم التلميح لها من أكثر من مصدر. ربما هذا يأتي أيضا للاهتمام بلقاء المسؤول السعودي الأمير محمد بن سلمان بقيادات والإدارة الإدارة الأمريكية والحكومة الأمريكية من خلال هذه الزيارات، وهي زيارات ولقاءات سياسية اقتصادية. لا شك، وأعتقد أهمية مقابلة السيد بول رايان رئيس مجلس النواب الأمريكي أهمية كبيرة جدا. نحن نعرف أنه رئيس الكونغرس هو الرجل الثالث في السلطة حسب الدستور الأمريكي، ولا يلعب دور كبير جدا في التأثير على المسار السياسي. فأنا أتمنى أن يكون هذا على برنامج زيارته، رغم أنه مثل ما قلت الكونغرس ينعقد يوم الثلاثاء والاثنين عادة لا يكونوا موجودين إلا إذا كان هناك حاجة لهم أو إذا كان هناك طلب رسمي. فأنا أعتقد أنه المفروض أن يكون موجود، وأعتقد أنه ذلك مهم جدا على مسيرة العلاقات الأمريكية السعودية في المستقبل، لأنه أنا تعاملت وأعرف كونغرسمان بول رايان جيدا. هو رجل موضوعي ورجل منطقي جدا، ويتعامل مع مصالح الولايات المتحدة كالموضوع الأكثر أهمية بالنسبة له. ولهذا كان عليه في بداية تعيينه هجوم من بعض اليمينيين الذين قالوا أنه من الناس المتقبلين للحلول الوسط على سبيل المثال. فهذا كان أحد الاتهامات عليه في تعامله مع الديمقراطيين، لكن أعتقد على مستوى السياسة الدولية يضع موضوع المصلحة الأمريكية فوق كل شيء، ولهذا هو لم يقبل بتمرير مشروع القرار ضد المملكة العربية السعودية رغم الضغوط التي تعرض لها. أنا كنت قبل أسبوعين أو ثلاثة في جولة في المنطقة مع أعضاء في الكونغرس، وقالت أحد أعضاء الكونغرس لي شخصيا أنه مارست ضغوط كبيرة على بول رايان من أجل تمرير مشروع القرار ضد المملكة، لكن رفض أن يقوم بذلك. نعم، شكرا لك يا ضيفي من واشنطن السيد خالد الصفوري، المستشار السياسي بمركز الميريديا للدراسات السياسية والناشط في الحزب الجمهوري. وأيضا الشكر يمتد إلى ضيفي هنا في الاستديو السيد هاني وفاء، الكاتب والباحث السياسي، فشكرا لكم.